الله يمسيكم بالخير، أنا اسمي حسام أبو عيشة، بشتغل في المسرح الفلسطيني من 30 سنة. من أجمل السنوات أو من أجمل اللحظات على حياتي لما باجي أنا على الجولان، بالذات هون على مسجد الشمس. يعني طبعا هاي مش المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله. يمكن إحنا في المسرح سنابل فرينا العالم كله، يعني رحنا لأكثر من 140 دولة، ولكن إذا أنا عديت مثلا مسرح السربون، إذا عديت معهد العالم العربي، إذا عديت اليانج فيك في لندن، لا يوازي عندي حضور الليلة في هذه الساحة الجميلة، في هذا المخيم، في هذا المهرجان الجميل. حقيقة يعني الناس دافئة جدا، تفاعلوا معنا كبار وصغار، وحسينا أنه إحنا قاعدين قدام أهلينا، قدام أبياتنا وإمياتنا وأولادنا وبناتنا. فهاي من اللحظات الجميلة جدا بجد بجد بجد. أنا لم أتفاجأ طبعا لا من الاستقبال ولا من النوم ولا من الأكل ولا من الشرب، لأنه هذا مش غريب على أهل الجولان إطلاقا، ولا أول مرة بيصير معنا هذا الحكي. ولكن هذا واحد من سر أسرار نجاح المهرجانات اللي بتصير في الجولان بشكل عام، إن كل إنسان يتطوع من ذاته، عارف واجبه تجاه أبنائنا وبناتنا، تجاه هذا الجيل القادم اللي إحنا عم بنزرع فيه كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية محبته لهذا الوطن العزيز، لسوريا الأم، محبته لفلسطين بقدر محبته لسوريا. مثل بالضبط الشعب الفلسطيني لا يفرق بين سوريا وفلسطين، كذلك أنا بلمس هذا الحكي هون. الآن أنا كنت أسمع هتافات الأطفال والصبايا والشباب في المخيم بيهتفوا الجولان سورية وفلسطين عربية وهم توأمان. والجولان أيضا مش بعيد أبدا لا عن القدس ولا عن رام الله، طول عمرنا نحن نستضيفكم عندنا، وأنتم أعزاء على بيوتنا، تقعد في صدر البيوت وإحنا بنقعد على العتبة، ولما بنيجي عندكم كمان إحنا نكرم بنفس هاي الطريقة. أنا الكلمات عم بتخوني، صح بتقولوا عني يمكن لساني طويل، بس لما بدي أحكي يمكن أحكي للصبح عن الجولان ولا أشبه حكي. هذا البلد الصامد لابد إن اليوم يرجع يكون سوري عربي أصيل كما هو عربي أصيل الآن، وشكرا لكم كثير.